من غرفة لأخرى أو من مكان لآخر. الإجراءات الخاصة بتجهيزات غرف النزلاء في الفنادق الخمسة نجوم تحرص على التنظيف الشامل للغرفة ومحتوياتها دون الاكتراث بتنظيف ممرات الهواء التي تحتوي على هواء ملوث لطالما تم تدويره ويبقى داخل المكيف عندما يتم إطفاؤه لكي يتلقاه النزيل الجديد. نظام ليفا هو الحل الوحيد لهذه المشكلة والذي يوفر هواء جديدا للنزيل القادم بالإضافة إلى هواء متجدد لنفس النزيل خلال فترة إقامته، وهذا يساعد على طرد الروائح الكريهة كالتدخين داخل الغرف وغيره في دقائق معدودة. هنا نظام ليفا يجعل الفندق بدرجة من النظافة تستحق أن تكون درجة 7 نجوم لتوفر الأجواء الصحية فيه. مبدأ تقنية ليفا هو أن مسكن الإنسان يستحق تهوية متجددة 100%، علما أن أنظمة التكييف الحالية وحسب المعايير الدولية البحث عن الفندق الملائم لقضاء رحلة عمل أو لقضاء الإجازة الصيفية أمر مرهق جداً، لا سيما إذا كانت المنطقة مليئة بمختلف أنواع الفنادق الراقية. ففي المدن التي تكثر فيها الفنادق المتنوعة لجذب الزوار يبلغ التنافس ذروته في تقديم الفخامة والخدمة المتميزة، وأحد أهم عناصر الضيافة لدى الفنادق والذي يكلف كثيراً ويصعب تحقيقه هو تقديم مستوى عال من النظافة، وخاصة فيما يخص الأجواء الداخلية عندما يتم توفير هواء تكييف نقي وصحي. نحن في بيتس ديزاين أحدثنا ثورة في عالم أنظمة التكييف، وذلك بابتكار تقنيات لم يسبق إليها تساعد على توفير طاقة التكييف وجعله أكثر فعالية وكفاءة مع توفير أعلى درجات الراحة. ها نحن نقدم لكم التقنية التي طال انتظارها في مجال التكييف، وقد تم تسميتها ليفا. توفر تهوية بنسبة 10%، ناهيك عن أن البعض لا يطبق الأنظمة ولا يوفر أي تهوية، وكل ذلك يرفع من نسبة التلوث في الأجواء داخل المبنى. عندما يكون التكييف بنظام ليفا تكون التهوية المتجددة 100%، بحيث أن هواء المبنى المستخدم يطرد من المبنى بدلاً من تدويره، وبالإمكان أن يستفاد منه في تبريد غلاف المبنى أو أي من المناطق الخارجية المحيطة به. علاوة على ذلك، استطاعت شركة بيتس ديزاين أن توجد حلاً جديداً مبتكراً، وهو أجهزة ليفا لتكييف الشوارع، والتي تمكن من تكييف المساحات المفتوحة بطاقة زهيدة تصل إلى 300 كيلو وات في السنة لكل متر مربع بتكلفة 20 ريالاً سعودي، ولمدة تشغيل يومي تصل إلى 10 ساعات، وبدرجة برودة بين 24 و 28 مئوية في ساعة الذروة. وهذا النظام سيقلل التلوث تصل إلى 10 ساعات، وبدرجة برودة بين 24 و 28 مئوية في ساعة الذروة. وهذا النظام سيقلل التلوث في الشوارع الصادر من عادم السيارات أو من زحام الناس. أما في أماكن الجلسات كالمطاعم والمقاهي والمطاعم المفتوحة فهو يعطي درجة 24 مئوية في الذروة، ويمنع انتقال الغبار إلى المكان المكيف أو حتى الرائحة بين الجلسات. وبشكل آخر، شركة بيتس ديزاين تستطيع أن تضع تصاميم لأحياء ومدن جديدة تعمل بنظام ليفا على غرار نظام التكييف المشترك للمباني والمسمى بنظام ديستريكت كولينج،
وهذا النظام معروف بنظام تكييف الأحياء وتغذية المباني بالمياه المبردة من وحدات تشيلرز. وهذا النظام يوفر استهلاك الطاقة المبذولة لتبريد المياه عن طريق الاستفادة من معامل التغيير الكمي للأحمال، ما يسمى Load Diversity Factor. ولكن نظام ليفا يضيف توفير استهلاك الطاقة المبذولة لتبريد الهواء عن طريق مشاركة المباني في هواء التهوية المتجددة من مكيفات هواء مركزية تقوم بتبريد الشوارع والمساحات المفتوحة حول المباني وأيضاً المباني نفسها، فالكل يشترك في تكييف هواء ليفا، مما يزيد معامل التغيير الكمي للأحمال الخاصة بالهواء، وبالتالي يقلل استهلاك الكهرباء أكثر من النظام الحالي. ليفا ثورة في مجال تقنية التكييف تقوم بتصاميمها شركة بيتس ديزاين لتعطي عهداً جديداً للتكييف، والذي سيكون له السبق في مجال تخفيض الطاقة وكذلك في مجال أنظمة المباني الخضراء، لأنها ستوفر للإنسان حقه في استنشاق هواء متجدد غير مكرر سواء داخل أو خارج المبنى. كما أن نظام ليفا سيوقف حالات نقل التلوث في كثير من المباني، خاصة العامة منها كأماكن العمل والمستشفيات والمدارس وجميع الأماكن العامة. ندعوك والعالم أجمع لتعيش تجربة الأجواء الصحية الفريدة مع ليفا.